السلام عليكم. يما في هذا الابيزود غادي نجاوبوا على حمزه ومهدي اللي سولونا علاش عينينا كيبداو يدمعوا ملي كنبداو نقطعوا البصله. دونك كلنا في جرات لينا هذه القضيه، يلا نشوفوا علاش. دونك اول حاجه خاصكم تعرفوا كل البصل بحالو بحال النباتات الاخرين عامر بالخلايا النباتيه اللي متكونين من غشاء نواة وسيتوبلازم، وفي الداخل ديال هاد خلية البصل كاين واحد غشاء اخر اللي فيه واحد الانزيم اللي سميتو لاليناز اللي معزول على المكونات الاخرين اللي كاينين في الخليه وبالاخص على واحد الجزيئه اللي منين كنجيو حنا نقطعوا البصله كيتلاقاو مع بعضياتهم وكينتج عليهم واحد التفاعلات اللي كيكونوا واحد الغاز في ماده الكبريت، ومنين كيوصل للعين ديالنا كيتلاقى مع داك السائل اللي كاين فيها اللي سميتو ليكيد لاكريمال اللي فاتينا دوينا عليه في هذا الابيزود رقم 10. ليكيد لاكريمال هو اللي كيكون في الدماغ واللي كيخلي العين باش تبقى ايدغاتي وما تنشفش، اللي منين كيتلاقى مع بعضياتهم كيتحول داك الغاز لواحد الحمض اللي سميتو لاسيد سولفيريك، ومنين الدماغ كيعرف انه كاينه شي حاجه غريبه لاصقه لينا في العين ديالنا كيامر العينين باش يخرجوا الدموع بكثره باش تحيد داك الحمض اللي لاصق في العين، وهادشي علاش كندمعوا منين كنقطعوا البصله. وكيقولوا كاينين شي طرق باش ما نبقاوش ندمعوا على الاقل باش نقصوا داك الدموع، بحال نديروا البصله في كونجيلاتور قبل ما نبغيو نستعملوها ب 30 دقيقه كتحبس داك الغاز اللي قلنا باش ما يبقاش يخرج بكميه كبيره مقارنه مع الحاله العاديه. ثاني طريقه هي نقطعوا البصله في شي بلاصه مهويه ودايز فيها الريح باش يمشي داك الغاز مع داك البرد وما يجيش لينا العينين، ولا عاوتاني نديروا النضاضه ديال العمان بحال هادو غتجي شويه في شكل ولكن كتنفع بزاف سورتو الناس اللي كيبقاو بزاف في الكوزينه واللي كيحتاجوا يقطعوها ديما بكميه كبيره. دونك الابيزود ديال اليوم سالات كانت خفيفه وظريفه، الى عجبتكم ما تنساوش بارطاجوها مع اصحابكم باش يستافدوا ناس اخرين، واللي مازال ما ابونيت ابونا في لاشين يوتيوب في هذا البوطون اللي كاين هنا. السلام عليكم ونهاركم بروك.